له النصيحة، أنقذه مما وقع فيه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا كن حكيما، كن حكيما، ولا تشهر به أكثر مما هو مشهر بنفسه أصلا. لا تشهر به وكن حكيما، ربما تنصحه بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، تطلب من شخص مؤثر في حياتي أن ينصحه. يعني مع الأسف الشديد أحيانا بعض الأشخاص يعني حتى يتركون الصلاة، تاركين للصلاة ولا أحد يوجه لهم النصيحة. كم من جيرانك لا تراه في المسجد أبدا؟ هذا ربما تكون عنده قناعات خاطئة، أو لم يوجهه أحد، أو لم يسمع نصيحة، أو ما شابه ذلك، فيحتاج أن تترك بصمة في حياته وتكون مبادرا إليه. يعني مع الأسف الشديد بعضهم يعني أحدهم سمعت عنه أنه أبدا لا يصلي أبدا أبدا، وحياته مشاكل في مشاكل، لا يصلي. وعاد إيش لما الحين جاي عيد الأضحى، يقول لك يبحث عن نقود لكي يشتري الأضحية. ما شاء الله، كيف معذور؟ يعني أنت معذور لأنك غير مستطيع، ما معذور. لا، أنا قالوا لي لازم، قالوا لي ضروري الأضحية، سنة هذه ضروري. سلامات، أنت ما تصلي أصلا، ما يصلي أبدا وينصح وما يروح يصلي، ومهتم بالأضحية فيها لحم، فيها لحم. فإذا أمثال هؤلاء يحتاج إلى عمل وجهد لكي يعاد إلى صراط الله المستقيم.